لا، حاجتين مهمين جدا بيميزوا كمان الترجونومتريك فانكشنز، وهما الامبليتيود والفريكونسي. ودول دايما لما نجيب سيره الامبليتيود والفريكونسي يبقى احنا بنتكلم على بيريودك فانكشن عامه، الفانكشن اللي هي بتكرر نفسها. يبقى تعالوا نشوف فايندينج امبليتيود اند فريكونسي اند بيريود of sin x و cosine x. يبقى كلمة amplitude, frequency, period دول مصطلحات خاصة بأي periodic function. لو في أي periodic function هيكون ليها amplitude وإمتى هيكون ليها frequency وإمتى هيكون، والperiod طبعا بتاعتها هي الإيه، الفترة أو الـ طول المدة اللي هي بعدها بتكرر نفسها تاني، بتعيد نفسها تاني بعدها. طب خلينا نشوف إيه هو الامبليتيود. لو بتكلم على ساين ويف مثلا عاملة كده، ايه هو الامبليتيود؟ طبعا انا ايه المفروض هي بيريودك، يبقى المفروض تبقى شبه بعض بالظبط، تكرر نفسها يعني عامله كده وبعدين كده. ايه هو الامبليتيود يا جماعه؟ الامبليتيود هو لو اخدنا اعلى نقطه الماكسيمم والمينيمم وجبنا الابسوليوت ديفرنس ما بينهم وقسمنا على 2، يبقى في الاخر الامبليتيود هو ايه؟ هو الجزء ده كده اسمه الامبليتيود. وده بيقيس ايه؟ ده بيقيس تقريبا، هو بيقيس السكيل اللي مضروبه فيه الفانكشن دي. الفانكشن دي لو مضروبه في سكيل معين هو ده السكيل، مقدار السكيل. يعني الساين لوحدها بتبقى دايما من واحد لناقص واحد. فلو انا لو اتضربت في الساين دي، لو اتضربت في سكيل مثلا 4، يعني 4 ساين اكس، هلاقي الامبليتيود بتاعها، يعني لو الاف اوف اكس بقت كده 4 ساين اكس، فهلاقي الساين بتاعتنا هتترفع، هتتمط من فوق ومن تحت من ناقص 4 ل 4. يبقى الرقم ده بيفرق معانا في ايه؟ في ايجاد الرينج بتاعنا هيتغير، هيبقى من ناقص 4 ل 4 مش من ناقص 1 ل 1 وهكذا. فده دي قصة الامبليتيود. يبقى الامبليتيود ايه؟ الامبليتيود ايكوال كده، وبنديله دايما ال برضه بنكتبه ايه، ايه كابيتال. يبقى اذا in general لو عندي function f of x constant a capital ومضروب في sin، sin جواها بقى اي حاجة كده omega x plus b، هنقول على ال a ده هو ده ال amplitude. وهناخد ال absolute value. طب لو negative 4 هناخد ال absolute برضو، هيفضل برضو ال amplitude ب 4. يبقى دايما ال amplitude هو ال scale او الكونستنت، السكيل او الكونستنت اللي مضروب في الساين او الكوزاين. الابسوليوت فاليو هو ده الامبليتيود. دي قصه الامبليتيود. تعالوا نشوف قصه الفريكونسي. ايه هو الفريكونسي؟ دلوقتي انا لو رسمت ساين ويف عامله كده وجيت في وقت تاني قمت عملتها واسعه كده، هنا الفريكونسي هو عدد مرات حدوث الويف، يعني عدد مرات تكرار الويف في فيكس التايم، في زمن محدد، يعني التايم ده قد ده. لكن فوق كم مرة اتكررت الويف؟ عدد. طب تحت كم مرة اتكررت الويف؟ عدد تاني. انه اكبر اللي فوق. يبقى الفريكونسي بيمثل ايه؟ يبقى الفريكونسي هو عدد مرات تكرار، عدد الريبيتيشن، عدد التكرار بتاعت الويف. ولما الفريكونسي يعلى اوتوماتيكلي هتلاقي البيريود تقل، البيريود اللي هي تي بتقل، يعني الفريكونسي يتناسب عكسيا مع البيريود، لان اساسا الفريكونسي هو واحد على تي. يبقى دايما عارفين كده ان الفريكونسي مقلوب البيريود. فلو الفريكونسي زاد معناه الساين ويف دي متكررة كتير قوي، عماله تتكرر في زمن قليل، فهتلاقي البيريود نفسها اللي هو الزمن ده، هتلاقي البيريود بتاعت الويف دي اهي هي دي التي. لكن هنا في المنظر ده هتلاقي التي مثلا هو الجزء ده، شايف هنا فوق الفريكونسي اكبر فالبيريود اقل، هنا الفريكونسي قلت فالبيريود زادت. ده معنى الفريكونسي. ازاي اجيب الفريكونسي؟ طيب احنا قلنا ان اي ساين او كوزاين بتكرر نفسها كل ايه، كل 2 باي. هلاقي لو جايلنا كده الشكل ده اي ساين اوميجا اكس بلس بي، كل اللي عليا اعمله اني هاخد الاوميجا دي هساويها ب 2 باي اف. 2 باي اللي هي البيريود بتاعت الساين والكوزاين، والاف اللي هو عدد الريبيتيشن. فالقانون ده هو اللي هيجيب لنا، هوصل منه للاف، هقدر اوصل للاف ومنه هوصل للتي.
يبقى دي قصة الفريكونسي والامبليتيود. والبيريود طبعا هي عبارة عن ايه؟ التي. يبقى هوصل للبيريود ازاي بتاعت المسألة؟ ان انا هجيب الفريكونسي ومنها هقلب الايه الفريكونسي، هحصل على الايه التي. تعالوا ناخد مثال عشان نفهم احنا بنقول ايه. f of x equal 3 negative 2 cosine x. اهي دي مسألة ايه؟ دي مسألة كوزاين عادية. واضح ان الكوزاين معمول فيها ايه؟ بصوا دي رسمة كوزاين عادية مضروبة في سكيل، ده كده اسمه سكيلينج، ده سكيل، وده كده اللي هو الرقم 3 ده هنا لوحده، ده لو راح الناحية التانية ده هيبقى شيفت، شيفت للواي مش للاكس، ده شيفت في الواي، يعني فيرتيكال، فيرتيكال شيفت، مظبوط، شيفت اب كمان، ده فيرتيكال شيفت بمقدار بلس 3. كل الكلام ده فاهمينه بعد ما درسنا الترانسفورميشنز. اوكي تعالوا نشوف بقى مسألة زي دي من غير ما نرسمها، من غير ما نحتاج نرسمها هنجاوب على كل الأسئلة اللي احنا عايزين نعرفها، اللي هي الامبليتيود مثلا، الفريكونسي، والبيريود. اول حاجة الامبليتيود بنجيبه ازاي؟ بنشوف السكيل او الكونستنت اللي جنب الكوزاين وناخد الابسوليوت فاليو بتاعه. يبقى الابسوليوت اوف نيجاتيف 2 هيطلع 2، يبقى السكيل هنا كام؟ 2. يبقى الكيرف اللي قدامنا هو كيرف كوزاين عادي معمول لها سكيلينج ب2، دي اول حاجة. يبقى 2 يعني ممطوطة لبره كده، ممطوطة من فوق ومن تحت بمقدار 2، بدل ما هيبقى من نيجاتيف 1 ل1 هيبقى من نيجاتيف 2 ل2، تمام. وبعد كده معمول لها شيفت. اوكي طيب كل ده الشفت ده ولا يفرق معايا، عايز احسب الفريكونسي. الفريكونسي بجيبه منين؟ بشوف الكوفيشنت بتاع الاكس. يبقى الفريكونسي بيتاخد من الكوفيشنت بتاع الاكس، فبقول هساوي 2 باي اف بالكوفيشنت ده اللي هو هنا 1. يبقى هجيب الفريكونسي ازاي؟ هساوي 2 باي اف ب1 ومنه هجيب الاف، يبقى الاف هتطلع 1 اوفر 2 باي. اوكي طب هي مش 1، هي 3 مثلا، هي هنا 3 اكس عشان بس تبقى ليها معنى شوية. لو دي 3 اكس يبقى 2 باي اف هساويها بالايه؟ بال 3. يبقى 2 باي اف ايكوال 3، يبقى الاف ايكوال 3 اوفر 2 باي. يبقى البيريود بكام؟ التي البيريود ب 2 باي اوفر 3. يبقى الفانكشن دي بيريودك فانكشن بتكرر نفسها كل 2 باي اوفر 3. وضحت الفكرة؟ يبقى دي كده الفيتشرز، دي فيتشرز بتخص belongs to any periodic function، أي دولة، أي دالة دورية بنعبر عنها بشوية فيتشرز كده، ملامح زي ايه؟ لازم يكون ليها أحد الحاجات الامبليتيود. هنشوف مثلا ان مش شرط يبقى ليها امبليتيود، هنشوف كمان شوية ان التان ملهاش امبليتيود وهنعرف السبب. برضو يكون ليها frequency، يكون ليها period، ده لازم أساسي بقى، لازم ال periodic function يكون ليها frequency ويكون ليها period، لكن مش لازم يبقى ليها amplitude، على حسب شكل ال function. ناخد مثال تاني. find the amplitude and the frequency of the following function. في كل المسائل مطلوب نجيب ال amplitude وال frequency. نشوف كده المسألة دي، f of x equal 3 minus 2 minus 3 sin 3x plus 1. هجيب الامبليتيود ازاي؟ يبقى الامبليتيود هو السكيل ده، هاخد السكيل ده على طول اجيب له ابسوليوت فاليو هيطلع 3، يبقى الامبليتيود ب3 على طول. الفريكونسي هاخد الكوفيشنت بتاع الاكس ده وهساويه بالايه؟ بال2 باي اف، ومنه هوصل للاف فريكونسي 3 اوفر 2 باي. يبقى التي ايكوال، يبقى البيريود ايكوال 2 باي اوفر 3. يبقى الفانكشن دي فانكشن بيريودك، ليها frequency، ليها period، بتكرر نفسها كل قد ايه؟ كل زمن time عبارة عن 2 pi over 3. اوكي مثال تاني، مثال تاني، f of x equal 2 sin pi x plus pi. وكمان عايزين نتعلم بعد ما نجيب الحاجات دي نرسم رسم كمان، هنا هيبقى سهل قوي لو احنا جبنا الفيتشرز الاول. تعالوا نجيب الامبليتيود. يبقى الامبليتيود الاول هو الكوفيشنت السكيل الكبير، يبقى 2. الفريكونسي يبقى هساوي 2 باي اف بالكوفيشنت اوف اكس اللي هو باي، باي تروح مع باي
هيبقى f equal a نص half وال t equal to. تعالوا بقى نرسم. طبعا انا لو هرسم من غير ما اجيب الحاجات دي هقعد اعوض بنقط واجرب واحتمال اغلط، لكن انا لو عارف الملامح دي، ايه الملامح بقى اللي تهمني هنا في الرسم؟ ال t اللي هي الفانكشن بتتكرر كل قد ايه؟ كل 2. طيب هي رسمة الساين اصلا، تعالوا نحط رسمة الساين في بالنا، كانت بتتكرر كل قد ايه؟ الساين اكس العادية كنا بنعمل كده وكده صح، ونلاقي انها بتتكرر كل 2 باي، بتبقى دي رسمة الساين العادية، ودي كده الباي اوفر 2، ودي كده الايه الباي. شكل الساين ويف بتحتاج عشان تترسم دي كده التو باي كلها، بتحتاج تتقسم لكام نقطة؟ بتحتاج تتقسم لنقطتين بس، فأنا هعمل كده دلوقتي. هاجي أرسم التي بتاعتي، أنا عارف إن الطول ده كله بدل تو باي هيبقى 2، يبقى هقسم الاتنين ازاي؟ هقسمها على 4، 1 2 3 4، يبقى كل تقسيمة بكام؟ 2 على 4 بكام؟ 2 على 4 بنص، يبقى نص. 1 3 على 2 2، دي التقسيمة بتاعتي تمام. وبعدين هقوم جاي حاطط، هحط الساين بتاعتنا العادية، هحط رسمة الساين بالظبط. يبقى هاجي هنا تمام، وبعد كده هبدأ ان انا ارسم الرسمة بتاعتي. اول حاجة هرسم التو ساين تمام، بس احنا مش هنسيبها كده ساين باي اكس بلس باي، يعني محتاجين ان احنا نبسطها. ايه لازمة الساين دي كلها؟ مش احنا خدنا من شوية ان ساين باي اكس بلس باي، الخطوة دي مهمة عشان تعرف ترسم، دي عبارة عن ساين كوزاين زائد نفس الإشارة ساين كوزاين كوزاين ساين. طيب كوزاين الباي بنيجاتيف 1 وساين الباي بزيرو، فهتطلع ناقص ساين باي اكس، تطلع ناقص ساين باي اكس. يبقى الفانكشن بتاعتنا اللي احنا بنحاول نرسمها دلوقتي اسمها ايه؟ الفانكشن كانت ايه؟ كانت 2 ساين، يبقى بتبقى ناقص 2 ساين باي اكس. ده الشكل الجديد اللي انا برسمه، عايزين نرسم دي. دي رسمتها هتبقى سهلة، اسهل بكتير من ان انا ارسم الايه الفانكشن الاولانية. تعالوا بقى نرسمها، نرسمها ازاي؟ خلاص طيب احنا هنمسح الرسمة دي خالص، مش هناخدها دلوقتي، وتعالوا نرسمها 2 ساين. عايزين دلوقتي نرسم f of x بناقص 2 ساين باي اكس. المعلومات اللي عندنا ان t باتنين تمام، ان t باتنين، وايه كمان؟ ان الامبليتيود برضو عندنا باتنين. يبقى هنرسم الكلام ده ازاي؟ تعالوا نرسم الاول y equal 2 ساين باي اكس. هنرسمها ازاي؟ هنقسم ال x axis لايه الاجزاء. هل هنا الاجزاء اللي انا بقسمها، هل هنا التقسيمة بتبقى باي اوفر 2 برضو ولا ايه؟ لا، التقسيمة باخدها من ال t. هي t بكام؟ باتنين. 2 على 4 بقسم ال2 على 4 بنص، يبقى دي بتدينا ال division اللي انا هقسم بيه ال function دي، فدي هتبقى نص تمام، دي هتبقى 0، دي هتبقى 1، دي 3 على 2، دي كده 2 تمام. وحط بقى ايه نفس رسمة الساين بالظبط، ساين 0 بزيرو تمام، ساين هنا النص جنب الباي هتبقى 1، فهقوم ناقل رسمة الساين اللي انا عارفها بالظبط كده. ده كيرف الساين اهو، انا حافظه صم اهو، ده كيرف الساين اللي انا رسمته تمام. بس الطول دي كام؟ مين بقى يعرف يقول لي النقطة دي كام ودي كام؟ او الامبليتيود طلع باتنين، يبقى دي اكيد 2 ودي ناقص 2. اللي انا رسمتها دي رسمة، شفتوا السرعة في الرسم؟ انا معوضتش بنقط خالص، لكن انا عملت ايه؟ انا خدت رسمة الساين اللي انا عارفها كويس تمام، خدتها قمت نقلتها هنا، عملت صورة منها هنا بالظبط، بس فرق معايا المعلومتين دول في اني اعدل الرسمة. اولا التي فرقت معايا ان انا اقسمت الاكس اكس الصح، قسمتها على 4 وقسمتها، والامبليتيود فرق معايا اني اعرف اعلى نقطة كام واقل نقطة كام. طيب خلصنا كده ولا هل دي كده المطلوب؟ هل دي الرسمة المطلوبة؟ لا، خلي بالك ده فيه ايه نيجاتيف ساين.
لما تعمل لما يكون عندك فانكشن وتشيلها كلها وتحط نيجاتيف جنبها، انت كده بتعمل ايه؟ خدنا دي في ترانسفورميشنز، انت بتعمل فيرتيكال ريفليكشن، بتعمل لها ريفليكشن اباوت اكس اكسس. هتبص تلاقي الرسمه بتاعتك، عايز الرسمه الصح بقى يبقى تقوم جاي عامل كده ريفليكشن كده كده لففهم بس، يبقى اللون الاحمر ده هو ده الرسمه بتاعتنا، دي رسمه الناقص 2 ساين باي اكس، لكن الاسود دي رسمه ال 2 ساين باي اكس. فهمتوا حاجه؟ يبقى في النهايه هتكون الرسمه عامله ازاي الشكل الاحمر ده. يبقى ده بيورينا ازاي نرسم. ايه البديل لكده لو ما استخدمناش الفيتشرز دي؟ ان احنا نعوض بنقط، هناخد وقت اكبر شوية. تمام، اوكي. احنا عادة ما بنسألكوش قوي في الرسومات، لكن بنسألكوا في الاوبريشنز، العمليات او ترانسفورميشنز. اسألك ازاي من ده توصل لده، يعني من ساين باي، من 2 ساين باي اكس عايز توصل لناقص 2 ساين باي اكس، تعمل ايه؟ هتبقى تعمل فيرتيكال ريفليكشن او ريفليكشن اباوت الاكس اكسس. تمام، طيب ناخد مسألة تانية. ساين سكويرد 3x، وعايزين نستنتج مع بعض الامبليتيود والفريكونسي. طيب الامبليتيود والفريكونسي جابوا ازاي؟ قلنا الامبليتيود هو الكوفيشن بتاع ساين، بس دي هنا مش ساين، دي ساين سكويرد. خلي بالك دي مش ساين. بتعمل ايه؟ لازم تنزل تتخلص من الباور، ما عندناش قانون للأس ده، لازم ننزله بايه؟ نستخدم القوانين اللي لسه قايلينها، نص ها 1 ماينس كوزاين الدبل انجل. بكده بقت شكل المساله طبيعي، والكوزاين والساين اللي قدامنا بيبقوا باور 1، واقدر اجيب الامبليتيود على طول. دخل النص جوه يبقى نص كوزاين، يبقى الامبليتيود بيساوي كام؟ هلاقي الامبليتيود هو الفاكتور او الرقم اللي جنب الكوزاين، يبقى نص. والفريكونسي هجيبه ازاي؟ هقول 2 باي اف بيساوي، هاخد الكوفيشنت ده. يبقى انا من النهايه محتاج الرقم اللي جنب الكوزاين، محتاج الرقم اللي جنب الاكس عشان اجيب الفريكونسي. يبقى 2 باي اف بيساوي 6، من هنا اقدر اوصل للاف، هتطلع 6 اوفر 2 باي اللي هي 3 على باي، يبقى التي البيوت بتساوي باي على 3. يبقى الفانكشن دي بتكرر نفسها كل باي اوفر 3. تمام، طيب similarly برضو المثال ده f of x، عايزين نجيب الامبليتيود والفريكونسي لحاجة زي كده، ساين سكويرد كوزاين سكوير. اولا هنا في حاصل ضرب دالتين، ما نعرفش نجيب الامبليتيود، ازاي نخلص من حاصل ضرب الدالتين دول؟ هجمعهم كده هخليهم ساين كوزاين، اوكي، all squared. وساين كوزاين في حد ذاتها نفس الانجل، هي نص ساين الدبل انجل، وall squared افك السكوير ده هيطلع ربع ساين سكويرد 4x، وبعدين ارجع اشيل الساين سكويرد واحط نص، يبقى عندي ربع بره، نص 1 ناقص كوزاين ادابل كمان مره تبقى 8x. كده وصلنا لكل الستبس دي بعملها تمهيد عشان اقدر احل المساله. يبقى انا كده وصلت لشكل الايه، الفانكشن اللي انا اعرف اجيب له امبليتيود وفريكوانسي. يبقى فين الامبليتيود؟ الامبليتيود هو الكوفيشنت، فين اللي هو التمن كله. طب فين الفريكونسي اللي هو اخد الايه، الرقم اللي جنب الاكس ده، اخد 2 باي اف اسويها بالتمانية، يبقى الاف ايكوال يطلع 8 على 2 باي يعني 4 على باي، يبقى التي بتساوي باي اوفر 4. يبقى جبنا البيريود، جبنا الفريكونسي، وجبنا الامبليتيود. فهمتوا الفكرة؟ يبقى هنقول بس كده الرول تاني، هنقول قاعدة تاني for any. يبقى قصة الامبليتيود والفريكونسي لازم تكون الفانكشن بتاعتنا مكتوبة على صورة a constant a cosine او sine omega x plus b. تمام، لازم تكون كوزاين واحدة او ساين واحدة ومفيش اس فوق، والامبليتيود هو الابسوليوت فاليو بتاع الاي، والفريكونسي ان انا باخد 2 باي اف واسويها بالايه، بالرقم اوميجا ده. طب والبي ولا هتفرق معانا؟ لان البي دي عباره عن ايه، مش هتفرق ولا هتاثر في الامبليتيود ولا في الفريكونسي، لانها شفت في الاكس مش اكتر، فمش هتفرق، مش هتعمل اي اختلاف في الشكل بتاع الايه، الويف. طب جميل، تعال ناخد فكره كده المساله دي ونشوف ازاي ممكن ايه نحلها، بس ركزوا قوي فيها لانها فكرة يعني مش في الاول كده محتاجة ايه تركيز شوية.
لو انا اديتك f of x كده وقلت لك find the amplitude and the frequency ومديالك اتنين function اتنين كوزين وساين جنب بعض، فانت هتقول، هتحتار، هتقول طب ال amplitude هو التلاتة ولا الاربعة؟ لا انا ولا دي ولا دي، انا عايز ال amplitude بتاع المسألة على بعضها. سؤال، لما بناخد wave كوزين wave وساين wave ونجمعهم على بعض بتطلع wave جديدة شكلها مختلف خالص بفيتشرز جديدة، فما نقدرش نقول ان الامبليتيود 3 او الامبليتيود باربعة او بتلاتة زائد اربعة، مش هتمشي كده. طيب هي فكرة المسألة دي ايه؟ ان انا عايزة ادور على قانون اخدناه يخلي لي كوزين زائد ساين يطلع لي في الاخر حاجة واحدة بس، اما كوزين بس اما ساين بس. طيب بص معايا كده، انا هكتبها، هعيد كتابتها بطريقة كده، هكتبها كوزين 3 اكس في 3 ساين 3 اكس في 4. عملت حاجة غلط لحد دلوقتي؟ لا. وبعدين هبدأ استرجع كده القوانين اللي قلتها لكم من شويه، هلاقي في قانون اسمه كوزاين كوزاين ساين ساين، فاكرينه؟ فانا نفسي اخلي دي تبقى كوزاين ودي تبقى ساين. هل الكوزاين والساين ينفع يبقوا ارقام بالشكل ده؟ هل التلاتة تنفع تبقى كوزاين؟ لا، بس انا ممكن اخليها كوزاين ازاي؟ لو جينا تخيلنا عندنا مثلث رايت انجل تراينجل كده، الضلع ده تلاتة وده اربعة، امتى ده، امتى ده يكون كوزين وامتى يكون ساين؟ الضلع التالت هيكون اولا خمسة، امتى دي تكون كوزين سيتا، امتى التلاتة دي؟ لو انا دلوقتي عملت ايه، لو انا قسمت على خمسة وقسمت على خمسة، ها ينفع، ينفع حاجة كده؟ غلط طبعا، ما فيش حاجة اسمها اقسم، لازم لما اقسم اضرب. فانا دلوقتي عملت خطوة غريبة جدا، بالاسم ضربت على في خمسة بره وقسمت على خمسة جوه، رياضيا انا ما عملتش اي حاجه غلط، مقتنعين بكده؟ لكن انا كسبت مكسب كبير. ايه هي؟ ان انا هحول دلوقتي، هعيد كتابه الجمله دي او المعادله دي، انها مش هكتبها 3 على 5، انا هكتبها كوزاين 3 على 5 دي من الرسمه هي كوزاين الثيتا، صح؟ ونفس الكلام ساين 3 اكس 4 على 5 دي هكتبها كوزاين، هكتبها انها ساين ثيتا. مظبوط ولا غلط ولا مش مظبوط؟ عملت اي حاجه تبان رياضيا غلط؟ لكن انا عملت كده ليه، هو ده السؤال. وازاي جه في بالي كده؟ جه في بالي كده من القانون بتاع كوزاين كوزاين ساين ساين. انا حاولت اخلي دي، شوف كده، كوزاين كوزاين ساين ساين، ايه فايده الكلام ده؟ اهو هيبان دلوقتي ان انا دي كلها هضمها في كوزاين واحده، كوزاين كوزاين ساين ساين عباره عن كوزاين ايه، عباره عن كوزاين ايه 3 اكس ناقص ثيتا. ارجع فك تاني دي عشان تفهم، كوزين كوزين ساين ساين والإشارة هي عكس. وبكده أنا قدرت أعمل إيه؟ قدرت أني أخلي الفانكشن دي تتجمع كلها في وان فانكشن، وان كوزين واحدة. دلوقتي لو قلت لك إيه الأمبليتيود، سهل جدا، أمبليتيود هو الخمسة. طب الفريكونسي هتقول لي سهل جدا، 2 باي اف هي بتساوي 3، ومنها هوصل للاف إنها بتلاتة على 2 باي، يبقى التي هتطلع 2 باي على 3. جميل الكلام ده، لكن شفت خطوات الحل جات منين؟ طب نقدر نقول رول تعمم لنا الكلام ده، يعني نقدر نحطها في رول. هقولها في صورة رول دلوقتي، اذا كانت if f of x اوكي equal a كوزين اوميجا x plus b سين اوميجا x تانية، فان الامبليتيود بتاع الفانكشن اللي بالشكل ده هو مين، يقول لي بقى A و B خدناهم استفدنا بيهم عملنا بيهم مثلث وجبنا الضلع التالت اهو A squared plus B squared، ويبقى الامبليتيود هو root A squared plus B squared. يعني لو 3 و 4 بقت 5، لو 1 و 2 هيبقى root 5 and so on. ده الامبليتيود. طب والفريكونسي، الفريكونسي جبناه ازاي؟ الفريكونسي طلع هو هو بالظبط الفريكونسي بتاع اي واحده فيهم، فانا هاخد الايه ال 2 باي اف هساويها بالاوميجا وهجيب منها الاف وكله. تعالوا نرجع للمساله تاني وهسال سؤال مهم، ايه شرط استخدام القانون ده؟ يعني ايه شرط، امتى افكر فيه؟ لما الاقي مجموع او فرق 2 كوزين او 2 ساين مع بعض، وايه كمان؟ ولما يكون ال two functions دول ليهم نفس ال إيه، خلي بالك ان دي كوزين 3 اكس ودي كوزين 3 اكس، يعني نفس ال frequency، هما الاتنين نفس ال frequency the same frequency، يبقى القانون ده اقدر استخدمه لو same frequency
اهو واضح قوي ان دي هي دي بالظبط. لو اتغيروا بقى مش هعرف استخدمه ومش هعرف احل المسألة، لو اتغيروا مش هعرف. تمام، يبقى مش كل المسائل نعرف نجيب لها ايه الامبليتيود بسهولة. يعني لو الفريكونسي اتغير مش هعرف. ناخد مثال تاني عشان نطبق عليه القانون ده. f of x equal sin pi x plus 3 cosine pi x find the amplitude and the frequency. انا بقى مش هعملها بالراحة، انا هقولها على طول لما هاجي احل هلاحظ ايه. اولا دول مجموع 2 sin plus cosine ليهم نفس الفريكونسي، يبقى تمام كده. اجيب الامبليتيود ازاي؟ square root of الكوفيشنت ده squared اللي هو ال 1 squared plus 3 squared يطلع كام؟ root 10. وبعدين اجيب الفريكونسي ازاي؟ اي واحدة فيهم لان هما متساويين، فهاخد اي واحدة فيهم اسويها، اخد الكوفيشنت اوف اكس ده بتاع الانجل الباي اسويها بال 2 باي اف، دي تروح مع دي يبقى الاف تطلع بنص، يبقى التي تطلع باتنين. وبكده اكون حليت اي نوع. هلخص اللي قلته تاني هلخص اللي قلته، هقول ان الامبليتيود والفريكونسي والبيريود دول احد الفيتشرز بتاعه البيريودك فانكشن، هي ار سام فيتشرز اوف اني بيريودك فانكشن. اول بيريودك فانكشنز ماست هاف فريكونسي and period. كل ال periodic function لازم اعرف اجيب لهم frequency و period، but not all periodic function مش كلهم must have amplitude، مش كلهم عندهم ال amplitude. how to get the amplitude؟ ال amplitude بيعبر عن ال height الارتفاع بتاع ال function ده، نصه بالظبط، نص الارتفاع ده. ازاي بنجيب ال amplitude؟ اول صورة من الصور اللي عملناها لو كانت ال function في صورة سهلة كده a cosine او sin omega x، يبقى الامبليتيود هو الابسوليوت فاليو للاي، والفريكوانسي هو الكوفيشنت بتاع الاكس بسويه بال2 باي اف وبجيب الاف، وبعدين بقلب الاف اجيب التي اللي هي 1 اوفر اف. ده الشكل الاولاني. الشكل التاني لو في حاله لقينا شكل كده مجموع كوزاين وساين ليهم نفس الفريكوانسي، يبقى الامبليتيود بيساوي a سكوير روت اوف a سكوير بلس b سكوير، واثبتناها بمساله من هي اساسا بتيجي من الترينجل، يعني من الرايت انجل ترينجل، واثبتناها والفريكونسي بيتجاب بنفس الطريقه ما فيهاش اي حاجه. تمام، طيب احنا اتكلمنا على الكوزاين والساين بالتفصيل وعرفنا الرسومات بتاعتهم ازاي والدومين والرينج والبروبرتيز بتاعتهم والقوانين، وعرفنا كمان قصه الامبليتيود والفريكونسي والبيريود. تعالى نتكلم على التان y equal tan x. التان برضو من الدوال المهمه جدا اللي لازم تتفهم كويس. التان اكس ايكوال ساين اكس على كوزاين اكس، مظبوط؟ طيب امتى الكوزاين اكس بيساوي زيرو؟ عشان نعرف امتى النقط دي هتكون فيها ديسكونتينيوتي، يعني هي نقط عدم اتصال للكيرف اللي اسمه تان، اللي مش ممكن ايه يعني يبقى المقام بزيرو. فامتى النقط دي؟ امتى كوزاين اكس ايكوال زيرو؟ كوزاين اكس ايكوال زيرو اف امتى؟ او عند، مش يعني ات، at x equal ايه هي؟ عند الباي على 2، 3 باي over 2، 5 باي over 2، كل ايه الحاجات دي plus or minus طبعا. فهتلاقي النقط دي بتتميز بان المقام بزيرو، ولما المقام يكون بزيرو دي نرسمها ازاي على الرسمة؟ هنلاقي كده، تعالوا نشوف رسمة التان عاملة ازاي نستنتجها مع بعض. طيب تان الزيرو، تان زيرو هنعملها بالراحة كده، تان زيرو ايكوال ايه؟ هيبقى ساين زيرو على كوزاين زيرو. طيب ساين زيرو بزيرو كوزاين زيرو بواند، فهيبقى زيرو. خلي بالك ان التان ملهاش اي representation لليونت سيركل، ملهاش تمثيل خالص على اليونت سيركل التان، لكن انت بتقسم الساين على كوزاين هتبقى زيرو. يبقى تان الزيرو بزيرو اهي اول نقطة. نيجي بقى التان، ايه النقط المعروفة في التان؟ التان باي اوفر 2، تان 90، تان باي اوفر 2، ساين باي اوفر 2 ب 1 على كوزاين باي اوفر 2 بزيرو. هلاقي بقى عند الباي اوفر 2 هتحصل ايه؟ هنعمل كده اسيمتوت، خطوط تقاربيه، وما ينفعش نقرب لها خالص لان 1 اوفر 0 بكام؟ بانفينيتي، ما ينفعش يقطعها لكن هيقرب لها. فهتلاقي الكيرف عامل كده بيقرب جدا جدا، اسيمتوت. طيب وعند ناقص باي اوفر 2 نفس الكلام بالظبط، برضو هيبقى في اسيمتوت كده والكيرف عامل كده. فدي رسمة التان بس كده ولا بتتكرر؟ نفس الكلام هيتكرر تاني.
هيتكرر الكلام ده كل قد ايه؟ دي طولها قد ايه؟ من ناقص باي على الاتنين لباي على الاتنين تبقى طولها باي. يبقى هنا خلي بالك، يبقى هنا في فرق بين التان والساين والكوزاين. ادي اول فرق لاحظناه، هي periodic function بس بتتكرر كل باي مش 2 باي، وده طبعا هيفرق معانا في حل مسائل الفريكونسي زي ما هنشوف كمان شويه. هلاقي نفس الرسمه بتتكرر تاني كده. طيب ده كده عند الايه، بعد الباي اللي هي 3 باي اوفر 2، اللي بعدها هتبقى 5 باي اوفر 2، يبقى هتلاقي الرسمه بتتكرر كده نفسها، وهكذا من الناحيه التانية. فهيبقى رسمه التان، لو بصينا على الرسمه هنقول ان التان periodic function. ايوه صح، هي periodic، البيريود بتاعتنا هي باي، المره دي البيريود بباي. الدومين، الدومين بكام؟ القيم اللي ممكن تاخدها الاكس، او بمعنى تاني الانجلز اللي ممكن احسب لها التان على الكالكوليتر. تعالى جرب تقول، قول للكالكوليتر تان باي اوفر 2، هيقول لك ايه؟ ايرور على طول. ايرور ليه؟ لانها انفينيتي، يبقى التان باي اوفر 2 بانفينيتي. فايه الانجلز اللي ممكن اجيب لها التان؟ هي كل حاجة ما عدا مين بقى؟ هنشوف بقى، هنكسكلود، هنستثني كل النقط اللي هي على صورة ان باي اوفر 2، وان ده عدد ايه؟ اود انتجر، عدد يعني ان ده ممكن يبقى 1 3 5 7 وهكذا، ممكن يبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف 3، يبقى ان باي اوفر 2 وان ده اود انتجر. مظبوط. لكن هنا الرينج، لو بصينا على الرينج هنلاقي الرينج، هنلاقيه ايه؟ كل حاجة ار، الرينج بتاعنا مفتوح. علشان كده لازم هنا نقول حاجة، خلوا بالكم في التان، اول ملحوظة في الامبليتيود مفيش امبليتيود للتان. ليه؟ التان ارتفاعها قد ايه؟ احنا قلنا الامبليتيود بيقيس الارتفاع، هو هنا الارتفاع كام؟ دي مفتوحة لحد فوق، يبقى اول ملحوظة نقولها ان نو امبليتيود، مفيش امبليتيود للتان. اي تان فانكشن ما لهاش امبليتيود. تاني خطوه لاحظنا ايه؟ ان التان ليها البيريود بتاعتها بباي بس، فهتلاقي عشان توجات الفريكونسي، عشان اجيب الفريكونسي هاخد الفريكونسي بتاع تان مثلا اوميجا اكس، اوكي، هاخد الاوميجا وهساويها بال، ها قبل كده كنا بنقول 2 باي اف، هل ينفع هنا اقول 2 باي اف؟ لا، هقول باي اف بس. ليه باي؟ لان الباي دي هي البيريود بتاعتنا، فهجيب الاف دايما من القانون ده. اوكي سوري، يبقى باي اف بس، وهجيب الاف من القانون ده بس. هنكمل بقية المسائل بقى كلها بنفس الاسلوب، بس نركز قوي واحنا بنحل مسائل التاني. ناخد كده مسألة، find the domain، هذا الدومين عايزين نجيب الدومين f of x equal to tan 3x. خلي بالك بقى الدومين بتاع tan x عامل ازاي، هترجع تقوم كده لازم يكون قدام عينك او في خيالك رسمة التان. ادي رسمة التان، فدايما الدومين بتاع tan x ان اكس ما تسويش اي فاليو ما عدا الايه، الان باي على الاتنين. فانا هنا هاخد اللي جوه التان ده، هقول ده لا يساوي، ده الدومين بتاعنا لا يساوي ايه؟ الباي على الاتنين، والتلاتة باي على الاتنين، والخمسة باي على الاتنين، وهكذا بالموجب والسالب. طبعا دي جت منين الخطوة دي؟ دي معتمدة على رسمة التان اللي هي قصاد عينك، انت متخيلها؟ الرسومات كلها لازم تبقى حاضرة في ذهني وانا بحل المسائل دي. مش عارف احفظها، ارسمها بسرعة، ارسمها بسرعة قدامي واشوف. طب يبقى الاكس بقى، احنا بنسأل على الاكس دلوقتي، الدومين الاكس هيبقى ايه؟ لا يساوي كام؟ هقسم على 3، يبقى الاكس نوت ايكوال، هقسم كل ده على 3، وجاي قاسم على 3 هنا على 3، كله كده على 3 على 3، فهتبقى الايه الدومين في الاخر او الاجابه في الاخر باي اوفر 6. مظبوط، وهنا موجب او سالب باي اوفر ايه؟ هي 3 باي اوفر 2 في 3، دي تروح مع دي فهيبقى باي اوفر 2، اللي بعدها هتبقى 5 باي على 6 وهكذا، يبقى هتبقى 1 على 6 وبعدين
تلاتة على ستة، خمسة على ستة، سبعة على ستة. ممكن اكتبها اقول ان الدومين يساوي ار كلها، كل حاجة ما عدا مين، ما عدا الباي على الستة، تلاتة باي على الستة، خمسة باي على الستة. ممكن نكتبها بشكل ايه، ان باي على ستة كده، ونقول ان ان بس عدد ايه، odd integer. تمام. نشوف مثال تاني. اهم حاجة نقرأ السؤال كويس ونشوف ايه المطلوب هنا. السؤال determine if even or odd or neither. f of x equal x over 10 power 4 x cubed plus x. في البداية عايزين نقول على جنب كده ال 10 function even ولا odd. ال 10 هي sin على cosine، والساين اود والكوزاين ايفن. اود على ايفن قلنا اود اوفر ايفن، دايما بنعتبر الاود كانه نيجاتيف والايفن كانه بوزيتيف، يبقى اود على ايفن تبقى اود، فالتان از اود. وباينه قوي من الرسمه، لو بصينا على الرسمه، رسمه التان في سيمتري اباوت ذا اوريجين فعلا، فلان الرسومات دي كلها متكرره تاني الناحيه التانيه هي بالظبط نفس الرسمه بالظبط، فالتان از اود فانكشن. نقولها برضو نكتبها هنا ان التان هي periodic و odd function. تمام. نرجع بقى للمسألة ونشوف هنحلها ازاي. قلنا بنحل المسائل دي ازاي، من جوه لبره. طيب دلوقتي الجزء اللي فوق x بس ده odd. طب نشوف جوه بقى x cubed plus x ده جزء odd صح، x cubed plus x ده odd. طيب يبقى كده قدامنا تان، انا هعملها بالراحة علشان ما تغلطوش، تان باور 4 الاود. قلنا اي فانكشن من الاود تطلع ايه تعتمد عليها، فاحنا دلوقتي عايزين نشوف تان باور 4. التان هي التان لوحدها اود. تمام. طيب التان باور 4 نوعها ايه، نوعها ايفن صح، اود باور 4 يعني اود مرفوع او مضروب اربع مرات في بعض، اود في اود في اود في اود، زي اشارة النيجاتيف لما تبقى باور 4 تطلع ايه، تطلع ايفن. طيب اذا المساله دي كده في الاخر كانها فوق في حاجه اود وتحت في حاجه ايفن، اود على ايفن تطلع ايه، اود. يبقى the answer is odd. لكن احنا حلناها ازاي، اللي فوق ده لوحده اود، بعدين من جوه بقى لبره x cubed plus x بس اود. طيب 10 power 4، 10 power 4 is odd، 10 power 4 is even sorry، 10 بس هي الاود، لكن 10 power 4 على بعضها even. واي function even of يعني x over even of odd، هي كأنها كده بالظبط، even of odd is even، ده كده odd، و even of odd is a is even، لانها تعتمد على ال f اللي بره، يبقى odd على even تطلع ايه، تطلع odd. يبقى المسألة في الاخر، الحل في الاخر انها odd. مثال احنا هنا بص نوعية المسائل اختلفت ازاي. في مسائل بتسأل على الدومين، في مسائل بتسأل على الايفن والاود، في مسائل بتسأل على الفريكونسي والامبليتيود. نشوف المسألة دي، فايند هنا المطلوب الفريكونسي وطالب الفريكونسي بس. f of x equal 3 tan 4 by x. ابص كويس على المساله هلاقيها تان، التان ملهاش امبليتيود عشان كده ما سالناش على الامبليتيود اصلا. فايند وبالمره بقى فايند فريكوانسي اند سكتش، وارسم كمان عشان نشوف قد ايه الرسم هيبقى اسهل. هجيب الفريكوانسي ازاي، هاخد قلنا هاخد الكوفيشنت اوف اكس ده 4 باي ده، هساويه بالايه، بالباي اف، هساويه بالباي اف. هجيب الاف اللي هي الفريكوانسي دي تروح مع دي تطلع 4، يبقى تي ايكوال ايه، 1 over 4. يبقى الفانكشن اللي قدامنا دي periodic function بتكرر نفسها كل ربع. طيب رسمة التان بتتقسم كام منطقة، يعني تعال نشوف انا رسمة التان قدامي بحتاج اقسمها قد ايه. اهي شايفين الباي متقسمة على جزئين، جزء من باي على من 0 لباي على 2 فوق، وجزء من 0 لناقص باي على 2 تحت. يبقى انا محتاج اقسم الباي لجزئين. طيب يبقى في المثال ده عشان ارسم رسمة التان هعمل ايه، هاخد التي دي هقسمها لجزئين، هاخد التي اقسمها على 2 تديني 8. يبقى انا لما هاجي اقسم تحت في الاكس هقسم ان ايه، 8 صح لناقص 8،
وهرسم كأني بعمل كوبي وبيست للتين نفسها. انا عارف رسمة التين عاملة كده، اهي احطها. شايفين السهولة؟ يبقى اللي جاية تبقى ايه؟ الخط الاسيمتوت اللي بعده هيبقى قد ايه؟ بعد ربع منه. يبقى كام؟ يبقى دي هتبقى 2 على 8، ودي هتبقى 3 على 8، ودي رسمة التين مرة تانية اهي. يبقى واضح جدا ان دي تان فانكشن بتكرر نفسها كل قد ايه؟ كل ربع. التي اهي بربع. شوف الرسم بيبقى سهل ازاي وانت عارف المعلومات دي، بيبقى سهل جدا. هنا لو عايز تعمل واحدة كمان، يبقى 5 على 8، وتيجي هنا عند 4 على 8 ترسم الزيرو، يبقى عامل كده and so on. اخر نقطة مهمة عايزين نتكلم فيها، وهي ازاي نجيب finding الفاندمنتال period of trigonometric combinations. دلوقتي لو عندنا periodic function يبقى بتكرر نفسها كل period معين. طب لو عندنا two periodic function وجمعناهم مع بعض، هيبقى ال period بتاعتهم على بعض كام؟ هل الناتج لازم يكون periodic function ولا مش لازم؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوبه دلوقتي. هل مجموع two periodic function لازم يبقى هو كمان periodic ولا لا؟ تمام، ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوبه. طبعا احنا فهمنا موضوع ان اي periodic function بتكرر نفسها كل ايه؟ كل period. الاول لو انا عندي اي كيرف كده من شكله حاجة عاملة كده، اوكي ده كيرف، وجيت لقيتها بعد شوية، اوكي بعد كده عملت نفس الشكل تاني، افهم من كده ان دي periodic وده الايه البي بتاعتها او التي بتاعتها. يعني ده كده ده بنسميه الفاندمنتال بيريود، وهي اصغر مسافة او اصغر زمن بعده الفانكشن بتكرر نفسها، ده اسمه الفاندمنتال بيريود. the minimum interval for the curve to repeat itself. يبقى هي الفاندمنتال بيريود هي اصغر minimum interval، اصغر فترة for the curve to repeat itself، يقدر يكرر فيها نفسه to repeat itself. عرفنا ازاي نجيب الفاندمنتال بيريود لو الفانكشن دي فانكشن لوحدها، يعني كوساين بس، ساين بس، تان بس، عرفنا ازاي نجيبها. لكن ماذا يحدث بقى لو كانوا مجموع 2 functions؟ هنعمل ايه؟ تعالى ناخد مثال ونشوف. Find the fundamental period of f of x equal 2 sine 2 pi x plus cosine pi over 2 x. المشكلة هنا يا جماعة ان هما دي periodic function لوحدها، تمام، دي periodic، اوكي، ودي كمان periodic، تمام، دي ليها period ودي ليها period، اوكي، بس هل مجموعهم على بعض هو كمان periodic؟ طيب ولو periodic البيريود بكام؟ هو ده السؤال اللي احنا بنسأله. الأول، أول سؤال، هل شرط مجموع أو فرق 2 periodic function يطلع periodic؟ لا مش شرط. طب ولو طلع periodic نقدر نجيب الفاندمنتال period بتاعتهم على بعض ولا لا؟ تعالوا نشوف. احنا لو قعدنا فكرنا شوية هنجيبها لوحدنا صدقوني، يعني مش صعبة. الفكرة كلها ان انا اشتغل على كل واحدة لوحدها الأول. هسمي دي 1 ودي 2. همسك أول واحدة، يعني هقسم الورقة كده نصين، همسك اول function periodic اللي هي sin 2 pi x، هجيب لها البيريود بتاعتها. هجيبها ازاي؟ هقول 2 pi f بسويها بال 2 pi، ومنها هوصل لل f. f هتطلع بتساوي دي، تروح مع دي كده، تطلع ال f ب 1 ويبقى ال t ب 1، وهسمي دي t 1، يعني اول period اسمها 1. يبقى ال function 1 دي بتكرر نفسها كل قد ايه؟ دي repeat itself كل 1 و 2 وكل 3 وكل 4 وكل 5، صح؟ بتكرر نفسها كل 1، اقدر اقول انها بتكرر نفسها كل 2 برضو، كل 3. بصوا كده الرسمه اللي قدامنا دي، الفانكشن دي ممكن اقول عنها انها بتريبيت اتسلف افري كل ايه؟ كل بي بس، لا وكل 2 بي كمان، كل المالتيبلز من البي، كل مضاعفات البي. يعني ممكن الاقي ان هي كمان بتكرر نفسها كل 2 بي، ممكن كل 3 بي. يعني الشكل ده اللي هو عند ال 2 بي، الرسمة دي كلها عليها هي نفسها اللي جاي الاتنين اللي جنبها، فبرضه هي بتكرر نفسها كل 2 بي.
وكل 3p وكل 4p وهكذا. يبقى البيريودك فانكشن بتكرر نفسها كل قد ايه؟ كل p، ايوه، وكل 2p، كل المالتيبلز اوف بي. باخد اصغر واحده بقى، دي بسميها الايه، اصغر واحده عايزه اوصلها اسمها الفاندمنتال، فاندمنتال بيريود. دي فكره الموضوع. فنرجع للمثال بتاعنا. يبقى اول مساله، اول جزء من المساله ساين 2 باي اكس، دي بتكرر نفسها كل قد ايه؟ كل واحد، وكل مضاعفات الواحد، يعني كل 2، كل 3، كل 4، كل 5 وهكذا. طب نمسك الفانكشن التانية نمرة 2، نفس الكلام، هنحاول برضو نوصل للفريكونسي. يبقى 2 باي اف بتساوي، هسويها بالباي اوفر 2، الباي تروح مع الباي، يبقى الاف هتطلع بتساوي ربع، يبقى التي هتطلع بتساوي 4، دي كده تي 2. يبقى الفانكشن اللي هي نمرة 2 لوحدها دي بيريودك فانكشن، وبتكرر نفسها كل قد ايه؟ كل 4، وكل ايه؟ كل المالتيبلز من الأربعة، كل مضاعفات الأربعة. 4 في 2 ب 8، 4 في 3 12، 4 في 4 ب 6 وهكذا. خلصنا كده، ده نص الحل. ان عملت ايه؟ انا خدت كل فانكشن لوحدها. طب لو هما 3 هعمل الكلام ده لثلاث مرات. طب لو 4 4 مرات، باخد كل فانكشن لوحدها بما انها بيريودك، اجيب لها البيريود وهقول انها بتكرر نفسها كل البي و2p و3p ومضاعفاتها. الخطوه الاخيره بقى هو ازاي اجيب الفاندمنتال بيريود لكل المساله على بعضها. لما انا جمعت الاثنين دول على بعض هتطلع بيريودك فانكشن ولا مش هتطلع؟ ولو بيريودك اجيب منين الفاندمنتال بيريود ليهم على بعض؟ الفكره كلها ان احنا نقارن الارقام دي ببعضها. نبص على الارقام بتاعه 1 والارقام بتاعه 2، ونبدا ندور على اصغر رقم مشترك ما بينهم، اللي هو بنسميه في الماث الليست كومن مالتيبل، او الليست كومن مالتيبلاير، اللي هو العامل المشترك الاصغر، اللي هو هنبص نلاقي هنا الاربعه وهنا الاربعه. يبقى فعلا اصغر رقم مشترك ما بينهم هو الاربعه. يبقى المساله دي الفاندمنتال بيريود فيها هي الأربعة. يبقى ال f of x على بعضها كده بتكرر نفسها كل قد ايه؟ repeat itself كل every، كل ايه؟ كل أربعة بس، وتمانية و اتناشر وستاشر وهكذا. يبقى من هنا قدرنا نجيب الايه اسمها الفاندمنتال بيريود. دلوقتي نقدر نرد على السؤال التاني، هو هل كل periodic functions دي جمع على بعض يطلعولي periodic؟ هقول لأ، لأن أنا ممكن أجي في situation كده ألاقي نفسي مش لاقي least common multiplier، مش لاقي ما بينهم رقم مشترك. يبقى خلاص في الحالة دي هقول إيه؟ إن هنا مفيش fundamental period. أيوة، يعني إيه بقى مفيش fundamental period؟ يعني الفانكشن دي مش periodic. يبقى كده معنى كده الكلام ان مش كل periodic functions يتجمعوا على بعض يطلعوا لنا periodics. طب مش فاهمين، ناخد مثال، نشوف كده مثال تاني، ونشوف برضو هنا هنمشي على طريقة الحل بالظبط بالخطوات systematic جدا. تعال نشوف كده، ادي f of x equal sin 3 by x cosine 4x. يعني هي شكلها كده ان الساين فيها هنا 3 باي اكس وهنا كوزاين 4 اكس، شكلها بيقول ان هما مش ايه، يعني دي بيريودك لوحدها ودي بيريودك لوحدها، لكن تعال نشوف لما نجمعهم هيطلع بيريودك اصلا ولا لا. تعالوا نشوف الستبس. هنعمل ايه؟ نقسم الورقه نصين، هنشتغل على النص الاولاني اللي هو ال1، ونشتغل في النص التاني على ال2. نمسك اول فانكشن ساين 3 باي اكس، عايزين نجيب الفريكوانسي، يبقى هنساوي 2 باي اف ب 3 باي، ومن هنجيب الاف، دي تروح مع دي، ويبقى ال f بيساوي 3 على 2. يبقى ال period بتاعت اول واحدة 2 على 3. اقدر اقول من هنا ان ال function رقم واحد بتكرر نفسها كل قد ايه؟ كل 2 على 3. وايه كمان؟ وال multiples يبقى اضرب في 2، يبقى 4 على 3 و 6 على 3 و 8 على 3 وهكذا. اوكي؟ طيب نعمل نفس الكلام للفانكشن التانية كوزاين 4x، هنجيب برضو الفريكونسي، يبقى 2 باي اف بيساوي 4، وهنجيب الاف هتطلع 2 اوفر باي، يبقى هنجيب التي هتطلع باي اوفر 2. يبقى الفانكشن دي periodic function وبتكرر نفسها كل، هكتبها كده باي اوفر 2 و 2 باي اوفر 2 يبقى باي، و 3 باي اوفر 2 وكده.
وبعدين هبص على الايه البيريودز بتاعت الاولى والتانية وحقار، هل في بينهم اي كومون مالتبلاير، هل في رقم مشترك؟ هلاقي مفيش خالص، دي بالباي ودي بالارقام، فمفيش هنا كومون مالتبلاير، نو ليست كومون مالتبلاير. ايوه ده بقى معناه ايه؟ معناه ان الفانكشن اف اوف اكس، ها لا ايه بقى لما ما تلاقيش فاندامنتال، لما ما نلاقيش فاندامنتال بيريود، معناه ايه؟ معناه ان f of x بتاعتنا بتاعت المثال ده is non periodic، يعني مش اصلا مش دولة، مش دالة دورية، باظت لما اتجمعوا على بعض ما بقتش دالة دورية. اخر مسألة، find the fundamental period of 2 sin pi over 2x و tan pi over 3x. هشتغل على 1 وهشتغل على 2، هقسم الورقة نصين وابدأ اشتغل بكل function لوحدة. دالة الساين بناخد 2 pi f نسويها بال pi over 2، يبقى ال f بتساوي دي هتروح مع دي، يبقى ال f هتطلع بتساوي ربع، يبقى التي هتطلع بتساوي 4، دي كده التي 1. التان، دالة التان عشان اجيب لها البيريود، اوعى تنسى انها بتتكرر كل باي، فبساوي الباي اف مش 2 باي اف، بتبقى باي اف بتساوي باي اوفر 3، ده يروح مع ده، هتطلع الاف بايه؟ بتلت، يبقى التي هتطلع بتلاتة، دي تي 2. يبقى نمرة واحد بتكرر نفسها كل قد ايه؟ كل 4 و8 وايه 4 في 3 ب 12، 4 في 4 ب 16، ونمرة 2 بتكرر نفسها كل 3 و3 في 2 ب 6، 3 في 3 ب 9، 3 في 4 ب 12، وهكذا. فين اصغر كومون فاكتور هنا؟ اصغر كومون مالتبلاير هنا، هبص كده ادور اصغر رقم مشترك ما بينهم، هو ال 12، هقوم معلم عليه، يبقى هو ده الايه، يبقى الفاندمنتال بيريود بتاع المسألة دي هي ال 12. معنى كده ان المسألة دي f of x على بعضها is periodic ولا لأ؟ طبعا is periodic، وبتكرر نفسها كل قد ايه؟ يلا قولوا بقى repeat itself every، بتكرر نفسها كل قد ايه؟ كل 12، وكل ايه كمان؟ اللي فهم بقى يقول 12، 12 في 2 24، 12 في 3 36، وهكذا. يبقى اتعلمنا ايه بقى في الليكتشر دي؟ اتعلمنا كده، خدنا التان فانكشن، شفنا ان هي مختلفه، اوت فانكشن بتكرر نفسها كل باي، وعرفنا ازاي نحسب الفريكوانسي للتان، مفيش امبليتيود للتان، وعرفنا ازاي نجيب الفاندمنتال بيريود لاي مجموعه او فرق شويه بيريودك فانكشن مع بعض. ممكن يبقوا مجموعه بيريودك فانكشنز كل واحده في حد ذاتها بيريودك لوحدها، بس لما نجمعهم يطلع فانكشن مش بيريودك. هعرفها ازاي؟ هجيب كل بيريود بتاعت كل واحده، وبعدين هاخد الليست كومن مالتيبلاير ما بينهم، لو لقيت ليست كومن مالتيبلاير يبقى هي بيريودك خلاص، لو ما لقيتش يبقى الفانكشن الريزلت دي مش بيريودك. شكرا، بكده نكون خلصنا التريجونومتريك فانكشنز تماما، وهندخل بقى المرات القادمة في مور فانكشنز، انواع جديدة وقوانين كتير تانية لسه.